السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ان نفتح اي تليفون مقفول بنمط بكل سهولة. تابع معايا، معاكم محمد ضاحي النهاردة في درس جديد، وهو عبارة عن ان احنا بنفتح اي تليفون مقفول بالنمط من خلال اداة بسيطة هتبقى موجودة معانا، بس هنحتاج ان انت يكون عندك ريكفري معدل. هنبدأ مع بعض نعمل ايقاف التشغيل. زي ما انتوا شايفين التليفون هيقفل كده تمام، تستنى لما التليفون يقفل خالص. هنبدأ ان احنا نضغط على الاتجاه اللي فوق والباور وزرار الهوم اللي هو في النص ده، هنضغط التلاتة مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، ونفضل مثبتين ايدينا عليهم لحد ما تجينا العلامة ديت. بكده احنا دخلنا الوضع الريكفري اللي هو الريكفري معدل. هتفتح معانا الشاشة بالوضع ده. الملف انت بتحطه في الذاكرة الداخلية او في ذاكرة الميموري كارد. هتدور على الملف انت حاطه في انهي مكان، زي ما انا بعمل كده ماشي. هتخش على الذاكرة الداخلية او الميموري زي ما قلنا قبل كده، هتخش على الاداة هتلاقيها موجودة مكان ما انت حطيتها. هتخش على الاداة زي كده، زي ما انت شايفين معايا الاداة اهي، الاداة اسمها لوك باس. هنضغط عليها، ندوس عشان نختار الاختيارات، ندوس باور. هتضغط الباور زي ما انت شايفين كده، هننزل اتجاه لتحت وندوس يس. نضغط على يس وندوس الباور كمان، هتبدأ الأداء معانا بتشيلنا البين كود أو النمط اللي موجود على الجهاز، بتمسحه تماما من غير ما تفرمت أي حاجة تانية موجودة مع الجهاز زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بعد ما دوسنا عليها بنرجع نعمل باك وندوس على ريبورت سيستم ناو. بكده التليفون ان شاء الله هيشتغل معانا من غير اي مشاكل، والنمط هيتشال تلقائي، هيفتح من مفيش مشاكل، وهيبقى ان شاء الله تمام زي ما انت هتشوف دلوقتي قدام حضراتكم. بنستنى التليفون بيعمل نظام ترقية للأداة اللي هي احنا اشتغلنا بيها. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معانا التليفون من غير نمط أصلا وشغال تمام مية مية الحمد لله. بكده زي ما انتوا شايفين تكون الأداة اشتغلت تمام من غير أي مشاكل ومن غير ما تفقد أي بيانات كانت موجودة عندك قبل كده. وبكده الدرس يكون انتهى، وإن شاء الله تكونوا استفدتم، وما تبخلوش علينا باللايك والسبسكرايب عشان تشوفوا دروسنا الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.